الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. والرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن كتاب الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. هناخد جولة مع كتاب الأسئلة وكمان جولة مع كتاب الشرح. هنعرف لحضراتكم محتويات كتاب الشرح وكتاب الأسئلة وكيفية الحصول عليه وكمان سعر الكتاب أو سعر الكتابين معا. نشوف مع بعضنا كده كتاب الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ده طبعا شكل غلاف الكتاب، وطبعا الغلاف بنغيره في كل طبعة، يعني كل طبعة جديدة بنغير شكل الطبعة أو شكل الغلاف بتاع الكتاب. يعني في عندي أكتر من نموذج للخلفية أو لوجهية الكتاب، مع كل طبعة جديدة بنحاول نغير شكل أو نحدث شكل الغلاف بتاع الكتاب. ده مش مشكلة، نتصفح مع بعضنا كده كتابنا النهاردة، كتاب الرخصة الإيطالية من الألف للياء. اللي على اليمين ده كتاب الشرح، واللي على اليسار ده كتاب الأسئلة. الكتابين الاتنين سعرهم 80 يورو، الكتاب الواحد سعره 40 يورو. اللي يحصل على الاتنين مع بعضهم هنعمل له خصم 10 يورو، يبقى الكتابين الاتنين 70 يورو شامل مصاريف الشحن. الكتاب هيوصلك على البريد لغاية البيت، مفيش تسليم باليد، الكتاب بيوصل عن طريق البريد ايا كان عنوانك داخل ايطاليا، اي محافظة داخل ايطاليا، حتى لو كنت ساكن في روما هيوصل لك الكتاب ان شاء الله. وطبعا وقت الوصول بيختلف على حسب مكانك، يعني اللي موجود في ميلانو او ضواحي ميلانو بيوصله خلال اسبوع، بره ميلانو من اسبوع لعشر ايام عمل او جورنو لافراتيف. يبقى هنا الموضوع بتاع الوقت متوقف على المكان بتاعك، والكتاب بيوصلك إن شاء الله لغاية عتبة الباب. كتاب الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء، سواء كان كتاب الشرح أو حتى كتاب الأسئلة، الكتابين الاتنين بيعتبروا أول كتاب موجود في إيطاليا تصميم مصري 100% أو شغل مصري 100%، إنتاج مصري 100%. الكتابين الاتنين خلاصة شغل وبحث وتعب استمر لغاية 4 سنوات، لغاية ما وصل بالوضعية ديت. وإن شاء الله في كل طبعة قلنا بنحدث وبنزود معلومات جديدة، أو إذا كان في بعض الأخطاء اللغوية بنبدأ نتفاداها في الطبعات الجديدة. كتاب الرخصة الإيطالية من الألف للياء يعتبر إنجاز، مفيش حد لغاية النهاردة قدر يعمل الإنجاز ده. كتاب الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء بهذا التصميم وهذا الشكل، سلاسة في الكتابة، أفكار مرتبة، عناصر سلسة، الفكرة واضحة، وتقدر من خلاله، يعني بيعتبر زي مرجع أو زي بالضبط ملخص بيلخص لك كل الأفكار بتاعت الكتاب، تقدر تحل الأسئلة وانت مطمن مجرد انت تعرف الأفكار اللي موجودة في الكتاب أو العناصر. هذا المقدمة بتاعت كتاب الشرح، وطبعا الفهرس أو محتويات الكتاب، وبعد كده نبدأ ندخل على الأبواب ونتصفح ما به من عناوين أو من رؤوس موضوعات. كتاب ألوان مزود بالصور، وكمان الطبعات الجديدة إن شاء الله هيبقى مزودة بالقاموس اللي هو فيه الكلمات. طبعا القاموس الطبعات اللي موجودة حاليا بينقصها قاموس اللغويات أو المعاني أو مفردات كلمات، إن شاء الله في الطبعات القادمة بإذن الله نبدأ نزود القاموس بتاع الكلمات. ده كتاب الشرح وده كتاب الأسئلة. طبعا كتاب الأسئلة بيتميز إن هو خاص بكل فصل على حدة، يعني كل أسئلة كل فصل مع نفسها، كتاب منفصل على أجزاء الكتاب، باب من الباب الأول لغاية الباب 24، يعني مش أسئلة شاملة، لا، هنا الكتاب أسئلة خاصة بكل باب لوحده. الكتاب الأسئلة لوحده حوالي 900 صفحة، باب الثاني من 350 لغاية 400 صفحة. كتابين الاثنين قلت 80 يورو،
خصم 10 يورو للي هياخد الاتنين مع بعضهم، كتاب لوحده سعره 40 يورو شامل مصاريف الشحن. كتاب خط واضح، طريقة سلسة، مزود بالصور التوضيحية، كتاب الأسئلة، كتاب خاص على كل باب على حدة. الكتابين الاتنين موجودين متوفرين، يوصلوا لك إن شاء الله على عنوانك. أنت بس تبعت لي عنوانك واضح، وإحنا إن شاء الله علينا إن إحنا نوصل لك الكتاب لغاية الباب. التحويل بيكون عن طريق البوست باي، بتحول المبلغ لو هتاخد الكتابين 70، لو هتاخد كتاب واحد 40 يورو. ده ملخص على كتاب الرخصة الإيطالية من الألف للياء، سواء كان كتاب الشرح أو حتى كتاب الأسئلة. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.